تبينت انه ما فيش فايده فيها. فحولنا انتاجنا من تصدير زهور وانتاج زهور الى اسواق محليه اللي تتمشى مع الاسواق المحليه عندنا في غزه. فحولنا لزراعه خضروات من بندوره، من خيار، من فاصوليا، من ملوخيه، والحمد لله احنا بنتمشى حسب الواقع وحسب الطبيعه اللي هو الفلسطيني تعود عليها، يعيش حسب الواقع.